الحلو وياكم مشاهدينا في كل مكان مع انطلاقة هذا الشوط المكتظ بالأعداد والأسماء الكبيرة من ميدان التحدي ومن الضيوف الكرام من دول الخليج، حيث توافدوا إلى ميدان الشحانية، حيث الإثارة والتشويق والجوائز المليونية والنقدية وتسعيرة هجن الشحانية. وفي هذا المهرجان، مهرجان هجن الشحانية، إذن انطلق هذا الشوط 17 المخصص سن الحقائق. المسافة هي 4 كيلومترات، من تبدأ بأول الأسماء: القربي إبراهيم بن حمد بن فهد الرمزاني النعيمي يتقدم مع مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني يتابع هنا الحضور وهنا المعركة الحاضرة. يا سلام، أتابع هنا الحضور من قبل منصور محمد بن سلطان البلوشي، يتقدم ليقدم لنا منصورة الحاضرة على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع هنا نجاح محمد بن بخيت بن برقان، يقدم لنا شعارة مع المركز الثالث. المركز الرابع 59 اسما باحثا عن جائزة نقدية بقيمة سيارة، ليتابع هنا منصور مبارك بن محمد بن فالح الشامسي، يصل في هذه اللحظات. المركز الخامس وصلت كذلك الحاضرة، هنا الانطلاق من قبل النايفة، حمد بن محمد بن جلاب المري يقدم لنا النايفة. هكذا هو ندانا الأول لهذه الأسماء المتصدرة الباحثة عن ناموس في هذا المهرجان، في أول موسم لهذا المهرجان، في أول هذه الانطلاقات، انطلاقات المحلية الرابعة مع سن الحقائق وسن المفاجآت. وياهي من أسماء ونوعيات تابعناها من خلال هذا المهرجان، مهرجان تسعيرة هجن الشحانية. إذن مقدمة الشوط هنا مع القربي إبراهيم بن حمد الرمزاني النعيمي، يقدم القربية مع مقدمة الشوط. المركز الثاني شعار بن برقان، هنا بنجاح محمد بن بخيت بن برقان، وأتابع الحضور في هذه اللحظات من قبل جمهرة حسن بن سلطان بضابط الدوسري، يقدم لنا جمهرة الحاضرة على المركز الثالث. المركز الرابع النايفة وشعار بن جلاب الحاضر على المركز الرابع. المركز الخامس مذيار عبد الله بن علي الدرعي، يقدم لنا مذيار، وصل الكم الكبير في هذه الامتار الكبيرة. وتابع كذلك الحضور من متعب عبد الله بن ضابط الدوسري، يقدم لنا شعار 1500 متر الفاصلة عن الجائزة النقدية عن تسعيرة هجن الشحانية. إذن مقدمة الشوط من طارت وابدعت في هذه اللحظات. وتابع هنا الحضور من جمهرة حسن بن سلطان بن ضابط الدوسري، يقدم لنا جمهرة مع المركز الاول. المركز الثاني هنا نجاح محمد بن بخيت بن برقان، يقدم لنا نجاح. المركز الثالث هنا النايفة وشعار بن جلاب، وكذلك وتابع الحضور من قبل هنا فرحة راشد بن علي النابت، يقدم لنا فرحة. يا هي من أمتار، يا صاحب الأمتار، يا قوة المعركة. لكن بن جبران وصل هنا بالشاهينية سالم بن جابر، وأتابع هنا الحضور في هذه اللحظات من قبل الحاضرة. هنا الحضور من قبل هتاشة سعيد الجديلي، يقدم لنا هتاشة ما بين بن ضابط وبن جبران والجديلي، معركة الأمتار الأخيرة. بن جبران والاسم الكبير، بن جبران بجبروته، بن جبران بحضوره الكبير. يا قوة المعركة، يا لحضورك يا بن جبران، أحد الأسماء الكبيرة التي لا تقيب عنها الشمس. لكن أتابع الجديلي وصل بها التاشة سعيد بن علي الجديلي، ما بين الجديلي وبن جبران. اللحظات الكبيرة لمن الجائزة النقدية، لمن ناموس هذا الشوط. الشاهينية حلقت كالشواهين
الجارحة في آخر الأمتار بشعار سالم بن جابر بن جبران. من لا يعرف بن جبران يا إخواني أيها الجماهير الحاضرين، حقق العديد من الإنجازات، حقق العديد من الأشواط والنقطة الرابعة والتوقيت الأفضل هنا مع بن جبران. سلام يا بن جبران، أسعد الله صباحك على هذا الحضور. راهنت بأن يكون له حضور في المحلية الرابعة، فأتى بن جبران ليحضر بجبروته المعتاد أسطورة زمان هذا الرجل. المركز الثاني حضر مع المركز الثاني هنا هتاشة سعيد بن سالم الجديلي. المركز الثالث، المركز الثالث كان من نصيب المركز الثالث كان الحضور من قبل الفوارس محمد بن فيصل بن شريم. المركز الرابع، المركز الرابع كان الحضور هنا من قبل فرحة راشد بن علي بن راشد النابت. المركز الخامس، المركز الخامس كان الحضور من قبل الفاتنة سالم بن علي ألف هيدا. هكذا حضر بن جبران وحلقت شواهين كالشواهين الجارحة في آخر الأمتار. والنقطة الرابعة مع أسطورة زمان سالم بن جابر بن جبران، توقيتها الزمني 6:54 جزءا من الثانية. هكذا هو توقيت الشاهينية لبن جبران. المركز الثاني كان من نصيب كذلك من حضرت بالحضور الكبير هتاشة سعيد بن سالم بن حمد الجديلي، توقيتها الزمني 6:06:03. المركز الثالث، المركز الثالث كان من نصيب فوارس محمد بن فيصل بن طالب بن شريم، توقيتها الزمني 6:07:69 جزءا من الثانيه.